الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، الصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد النبي الرحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة، وأكرمنا فرض عنا معهم يا رب العالمين. بعد أن حاولت قريش في مفاوضات ومجادلات أن ترد المسلمين عن دينهم وأن تحاول صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دعوته، ففشلت في كل هذا. حاول أبو جهل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهي حياته فيما يظن ويزعم أنه يستطيع ذلك، فصده الله تعالى ومنعه كما أشرنا البارحة. وعلى إثر هذا رجعت قريش إلى نفسها تفكر، ما هي صانعة؟ استخدمت عدة وسائل لصد المسلمين عن الدين فلم تستطع، وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة معاريض يرغبونه فيها ويشجعونه على شيء، فلم يجدوا جوابا ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى نتيجة. وكانوا في قرارة أنفسهم يفكرون، كيف يصمد المسلمون؟ كيف يتحملون العذاب؟ هذا الرجل لماذا لا يتخلى عن دعوته؟ ما هذه الدعوة العظيمة التي تعينه على الثبات؟ لذلك كانوا أحيانا يقولون في قرارة أنفسهم إنه لعلى حق، ولكن يعودون إلى أنفسهم فينكرون. قال الله تعالى عنهم: وإنهم لفي شك منه مريب. يعني الشك يراودهم كثيرا من الأحيان ويوقعهم في حيرة، يتفكرون ما هذا، لماذا هذا يحصل، فلا يجزمون جزما قاطعا في بعض الأحيان بأنه كاذب، وبل يتفكرون. جمعوا أنفسهم وقالوا: سنعرض عليه عرضا جديدا بأسلوب التنازلات. الآن كيف؟ جاء ثلاثة أو أربعة من سادتهم وكبار السن فيهم، فقالوا: يا محمد، نعرض عليك، إن كان هذا الذي تدعو إليه حقا فإننا سنتابعك ونتبع أمرك حينا من الزمان، وإن كان الذي نحن عليه حقا فاتبع أمرنا حينا من الزمان، ويكون الأمر نصفة بيننا، نتناصف الموضوع شوي إلك شوي إلنا، نصفة بيننا، فنعبد إلهك مدة وتعبد آلهتنا مدة. فقال لهم رسول الله: ما أنا بفاعل، فإن الله واحد لا شريك له. فقالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فرد عليهم بالرفض. فقالوا في بعض روايات ابن جرير، قالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. فأجابهم: لا، وأنزل الله عليه ليتلو عليهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا أمر محسوم، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بعض الناس يظن أن هذه الآيات فيها تكرار: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، تكرار، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا لا، ليس فيها تكرار. أولا، إعادة الكلمات من باب التوكيد، وهذا أسلوب مستخدم عند العرب كثيرا. ثانيا، في المرة الأولى إشارة إلى أن هذا لن يحصل في المستقبل. لا أعبد، الفعل المضارع يفيد الحال والاستقبال، لا الآن ولا بعد ذلك. طيب، ولا أنا عابد ما عبدت، أي سابقا، لا يمكن لي لا سابقا ولا لاحقا أن أتبعكم، فلا تفكروا بهذا أبدا. وأنتم، هو يكذبهم رب العالمين في ذلك،
ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم فقط تجاملونني لي، يعني تتظاهرون لي بأنكم ستتبعون ديني، وفي قرارة أنفسكم لا، لن تفعلوا هذا. فلما حسب الأمر عليهم فكروا ماذا يقولون. انظر يا أيها الأخ الكريم، هذه الأشياء كثيرا ما تحصل حتى في زماننا. بعض الناس لما يريد صدك عن دين الله يعني يعاملك تدريجيا. الأصدقاء، أصدقاء السوء لما يصرفون الشباب عن طاعة الله تدريجيا شيئا فشيئا، ماذا قالوا؟ قالوا طيب غير لنا هذا القرآن يا أخي. قال الله تعالى يحكي لنا عنهم هذا الكلام، وقالوا ائت بغير هذا القرآن أو بدله، بدلنا يا أعطينا بديل أو تخفيف من أقواله أوامره فيه شدة، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أجاب الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصحاب الدعوات الصادقة وبخاصة على رأسهم الأنبياء أيها الكرام هم لا يستطيعون التراجع ولا ذرة، لا قلوبهم تطاوعهم ولا أمر ربهم سبحانه وتعالى ليس فيه نوع من التهاود أبدا. هذه الدعوة واحدة لا يمكن تراجع عنها ذرة ذرة. إيش ذرة؟ بس ما قلت لهم ذرة سيصبحون يصلون إلى قبة، لا يمكن التراجع. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا الأمر بيد الله وليس من عندي. لما فشلوا في كل محاولاتهم وضاق الأمر عليهم قام رجل منهم يدعى النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هذا كان شيطانا من شياطينهم خبيثا داهية، ولكن هو وغيره أعجزته الحيل. فقال يا قوم نظرتم إلى محمد فقلتم عنه ساحر، والله ما هو بساحر، ما هو بقول السحرة ولا نفسهم. قلتم عنه كاهن، والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمة الكهان ولا سجعهم ولا كلامهم. قلتم عنه مجنون، والله ما هو بمجنون، إنه لمن أعقلنا. قالوا فماذا نقول؟ قال والله لا أدري ما نقول، فقد وضعنا هذا الرجل في أمر مريج. الأمر المريج هو الأمر الذي يختلف على صاحبه ولا يدري كيف يخرج منه. ضيعنا، ما بقينا نعرف إيش نفعل، لا ندري. هذا الرجل بعينه من خبثه ودهائه، انظر الآن كيف يحتار، لا يجد ما يصرف به المسلمين عن الدين ولا يستطيع صدهم، فاحتار في أمره. قال سابقا لما كان رسول الله يقرأ القرآن على الناس قام فاشترى قينة، يعني اشترى جارية بتغني مغنية، فاشترى قينة، فكلما رأى رسول الله يقرأ القرآن عند الكعبة ويأتي إليه بعض الناس ليصيخ وينصت ويستمع فيتأثر أسرع إليه فقال تعال تعال خذ هذه الجارية فاستمع من غنائها وخير لك مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على الظالمين. هذا الرجل الذي ذكرناه ما يفعله هو الآن الذي أسقط في يده ولم يحر جوابه، يعني ما بقى يعرف إيش يتصرف. سبحان الله، تخيل استخدم وسيلة الإغراء بالنساء وغير ذلك وفشل في كل هذا والآن لا يدري ماذا يفعل. فلما رأوا ذلك ورأوا هذا الشيطان من شياطينهم لا يدري كيف يتصرف قالوا، وقال لهم أيضا وقد عرضنا عليه أشياء فلم يقبل بها وإن لقوله شأنا عجبا. يؤكد على أن القرآن الذي يأتي به رسول الله شغلته كبيرة، شأنا عجبا. هذا الكلام قاله قبله إذا كنتم تذكرون الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، اجوا فاوضوا ناقشوا وتأثروا بالقرآن وقالوا إن للقرآن شأنا عجبا. الآن هذا الثالث يؤكد هذا الكلام، وهؤلاء رؤوس المشركين. قالوا قد أعيتنا الحيل، فاخرج أنت إذن ما دمت لا تجد حلا، فاخرج إلى يثرب واذهب معك برجل آخر. قيل هو عقبة بن أبي معيط أيضا من خبثاء المشركين.
قال ما أنا بفاعل؟ قالوا بل أنت فاعل ذلك، أخرج حتى تأتي يثرب فكلم أحبار اليهود. فكروا في خطة جديدة، فسلهم ماذا نقول عن هذا الرجل وكيف نكلمه وكيف نعامله، شو نتعامل معه، أعيانا هذا جننا. فخرجوا ووصلوا إلى يثرب، يثرب هي المدينة فيما بعد يا أيها الكرام كما تعلمون. وصلوا إلى المدينة إلى يثرب قبل الهجرة، فدخلوا فصاروا يسألون أحبار الرهبان من اليهود عن هذا القول الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يشرحون لهم حالهم. فقال لهم اليهود سلوه عن ثلاثة أشياء. يهود عندهم اطلاع على كتبهم وفيها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أوصاف الأنبياء، عندهم أشياء كثيرة. الله تعالى ذكر لنا أن التوراة فيها حكم من كل شيء، نعم، فيها هدى ونور كما قال الله تعالى. فقالوا سلوه عن ثلاثة أشياء، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما شأنهم، وسلوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها وطاف فيها ما قصته، وسلوه عن الروح فإن أخبركم فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول، يعني عم بخترع من عقله كلام عم بقوله من عقله فهو كاذب. في رواية ذكرها بعض أهل العلم أنهم قالوا فإن أجابكم عن الثنتين وسكت عن الثالثة، يعني عن سؤال الروح، فهو نبي مرسل. وعاد هؤلاء الرجال وقد طاروا فرحا، الآن عندهم علم، مناقشاتهم السابقة كانت كلها تأليفا من الكلام، الآن عندهم علم سيناقشون بعلم. فسألوه عن هذه الأشياء الثلاثة، فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أجيبكم عنها غدا، ويرجع ينتظر نزول الوحي عليه، فتأخر نزول الوحي عليه ثلاثة أيام بقدر الله تعالى. ما الذي جرى؟ قال الله تعالى يحدثنا عن الذي جرى، قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أن يجيبهم لعلهم يتقبلون ويصدقون بدعوته أسرع فقال أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، مجرد نسيان طبيعي بشري فقط. فالله تعالى أخر عنه نزول الوحي ثلاثة أيام ليؤكد عليه ويعلمنا من بعده لا تقل شيئا ستفعل شيئا إلا بعد أن تربطه بأمر الله وإذن الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب إذا حصل؟ قال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فلما تأخر عليهم صاروا يتهمون، قالوا انظروا صدق اليهود فقد أعجزتموه، فلم يجد جوابا، وسروا وفرحوا. فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فدعاهم فكلمهم فقرأ عليهم من سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وساق لهم الآيات التي نزلت عليه تتحدث عن قصة أصحاب الكهف وهم الفتية الذين ذهبوا وسألوا عنهم، ذهبوا في أول الدهر ما قصتهم. ثم قال لهم أيضا يجيبهم عن الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها، قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي نبأ، الذكر بمعنى النبأ والخبر، قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سبحان الله،
فأجابهم. وتلا عليهم من سورة الإسراء الآن الإجابتان، واحدة في سورة، اثنتان منهما في سورة الكهف عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، الثالثة في سورة الإسراء. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمر أي علمه مختص بأمر ربي أي بإذن ربي ولن يطلعكم عليه. قلت لكم إن في رواية سابقة قالوا لهم اليهود: إن أجابكم عن اثنتين وسكت عن الثالثة فهو نبي. الثالثة أجابهم عنها وهي الروح، ولكن إجابة زادتهم تعلقا وتشوقا. طيب إذا كان من أمر الله فما شأن أمر الله؟ أمر الله لن يطلعكم عليه، اختص به هو سبحانه وتعالى. سبحان الله. إلى الآن بعد كل هذا التطور، نذكر يا أيها الأحبة، والبحث العلمي والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم، من يعرف ذرة عن الروح؟ من يعرف عنها؟ لما يموت الإنسان ماذا ينقص منه؟ ولا شيء من جسده، يعني تنقص روحه. طيب ما هي هذه؟ كيف تخرج؟ كيف تدخل في البدن أصلا؟ سبحان الله، ما أعظم هذا الإعجاز الإلهي. أعظم شيء فيك لا تدري عنه شيئا. سبحان الله، شاهد هذا شيء معجز لنا ولكل عاقل. فكر، أعظم شيء فيني هو روحي، لولاها لم أكن بشرا. طيب إيش أعرف عنها؟ ولا شيء. كم أنا جاهل، جاهل ومستكبر في آن واحد. الإنسان كم يتعاظم بنفسه، وأعظم شيء فيه لا يدري عنه شيئا. سبحان الله. فلما أجابهم عن الثلاثة نظروا فأسقط في أيديهم. اليهود قالوا: إذن فهو نبي مرسل. فاليهود بهذا الكلام يقرون بنبوته، إذن هم يعرفون. والآن المشركون رأوا أمام أعينهم أن الثلاثة أو الإجابات الثلاثة قد رأوها وسمعوها، إذن ماذا سيفعلون؟ قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال في موضع آخر: فأبى الظالمون إلا كفورا. ما عبر رب العزة بقوله إلا كفرا، قال كفورا للزيادة والمبالغة، يعني شاف بعينه ورغم ذلك أصر على الكفر، كفور والعياذ بالله تعالى. سبحان الله. فلما أعجزوا وضاقت بهم الحيل أجمعوا في أنفسهم على أن يصنعوا شيئا جديدا لعلهم يستطيعون به، وهو في ظنهم آخر الحيل، في ظنهم أنه آخر الحيل. فما هو؟ سنعرض ذلك غدا إن شاء الله تعالى. نفعنا الله بما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين.